نقلت وكالة الأخبار الفرنسية عن مسؤول أمني مصري قوله أن قوات الأمن المصرية تقوم بحملة تمشيط واسعة في شبه جزيرة سيناء بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل والأردن. أكدت مصر أنها ليست هناك أي مجموعة منظمة تعمل انطلاقا من سيناء وأن الأمن مضمون بشكل كامل، إلا أن مسؤولا أردنيا قريبا من التحقيق أعلن أن لدى الأردن إثباتات على أن الصاروخ الذي سقط في مدينة العقبة الأردنية وتسبب في مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين أطلق من شبه جزيرة سيناء المصرية.